جمعية إربيل للمعاقين من الجمعيات المتواجدة بمدينة تنغير التي تهتم بأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الجمعية تعرف مجموعة من المشاكل والعراق التي تحد من فعالية أنشطتها رغم المحاولات والمجهودات التي يقوم بها الأعضاء. إلا أنها تظل محدودة نظرا لغياب دعم من طرف الدولة وكذا انعدام وعي الساكنة، مما يجعل هذه الشريحة الاجتماعية تعاني في صمت مع ذويهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله المسؤولين ان شاء الله كنا ديك المجهود قلت تغن الجمعيه هذا عاون ان شاء الله كنا تستفد المعاقين كنا دي عيش بها اكرم المسؤولين ان شاء الله يسكر المستقبل يسكر الرونز او المعاق غير هذه يسكر الرونز يسكر زاد دارتنز يعيش الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. استفتنوا الكاتب للجمعيات إربي للمعاقين في تنغير رات سيون خفيس النقاط نيمان يعني الاشخاص المعاقين بصفه عامه غير مضطر المنطقه. اول حاجه اسمت المشاكل دات نتعانن ديال الاشخاص مثلا الولوجيات يعني راه دون سكان الاداره يعني وردت تفان ابريد مثلا سكان وانا ميش تفغن ولا كذا. اذا هاد النقطه تما نتمنى مثلا ولا هي المسؤولين يخفوا هاد الحوايج يعني درت انتيران للبان لانه المعاقين يود المناطق فيها عندنا تعانى بزاف يعني المشاكل. الحاجه تي سنت مثلا يعني الحياه الكريمه تبدا تنكون كاين الحوايج يعني غريبه ما غد مستحيل وقتك دنت تغير العيش سياده الكرامه دنت تلحقنا دنت تريو ديونا كاين الصدقه ولا كذا وانما لحقي نتستر كاين قانون الدستور لاننا يعني في دوله الحق والقانون. نقطه السنات المشكل مثلا الشغل تقيما مثلا بنادم مسكيننا مغرينا مثلا كان العيب مثلا مختيا مغدي قام معاق غير غادي يخدمو كان مختيا يعني 60 ورغي غادي يخدمينا وانا ان الحق القانون الدايكي الحق نخدمو نكوني ام دنياتنا. النقطة دي السنة تايا يعني ديها مشكل التنقل ترونسبور يعني بنادم مثلا كان معاق باش غادي يدو صدغار صدغار إلا غادي ياخدو كان الغرض وقتها غادي تعاني بزاف المشاكل. أو النقطة دي خصها المسؤولين يعني السيد العام المسؤولين الغيورين في المنطقة تحاول راني نبان سد النقطة التنقل. بالنسبة للجمعية غن المقر الحالة نسا كون مارتسو كورما يعني لا حول ولا قوة إلا بالله وزيد هذا المقر غاد الكرا ينكرا يعني راس نتصرف بزاف نيدريمن نتمنى هذا يعني المقر كان خاص شن جمعية. النقطيات مثلا أتودن تتر يعني كاين الحوايج اللي يعني يمكن تعاون غريبة ولا مستحيلة أتودن تتر غير أن هي الحق دون يعني واقعي. نتمنى السيد العام المنطقة
المسؤولين الغيورين على المنطقة أتزن غرارين البن شوية لأنه أتهوان دينا بزاف. ديال الحاجة أن كنا عندنت من غير الأمن الأمن يدن المغرب أدونا تتركي للحواج يضن وزيدوا الحقوق أن كنا هات دات الطلاب يعني سنزالين ستخاتارين وزيدونا تدن تتر يوديا من كدعون أن يحكي الصداقة ولا وإنما القانون للحق دايكين إدى مثلا الحواج أن تتر ونتمنى يعني سل قدام إن شاء الله يعني هذه احنا مثلا المستقبل المعاقين المسؤولين تركز في النقطات هذا فين الحقوق الناس بدون تركيها ينصر ربي الملك محمد السادس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا النقطه يا اثنين نشكر الجريده الالكترونيه دداس 24 نادي الدانه اللي نختسكري دان الريبورتاج يعني نشكر بزاف بزاف يعني سنقنا بزاف المجهود نتا تسكر انا يعني ديال تسكريت ديال الريبورتاج تاع نتشكر نعاود نشكريت ايوا ديال ربي تيسير كل شيء. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كاين اسمي وفاء الفتاش عضو نسوي جمعيه اربي عضو مستشاره الحمد لله الله ينصر سيدنا انا غير كان الفرصه انشارك في جميع المجالات. بالنسبه للجمعيه اربي شارك غدي كمنخرطه دغيا الحمد لله تي عضوه المعاناه ندان تعانا دات سلم نمسكن ورتا وسلم بزاف نمدن دات حشام ورتا غينا ديين ورتا غينا تكشمن الجمعيات ورتا غينا لا نمدن نور ديتي غنا دي السفغ اشيران نسن كمعاقين سواء لا تيشيراتين ولا تيوتمين ولا ناغ دات خصها ان شاء الله الجمعيه انيات المبادره يعني كغور مدنا نشجع المعاقين اتشاركنا ودنيتني ديال الجمعيه ان شاء الله خصوصا النسويه نغدا اود بنيادني نيسل تحت سيطره الوالدين نسن لان لنوينا ندي تفرن ودتي غنا تنسف غ العائله نسن لان امسني العاله على المجتمع لا دسنتينا كانت المعاقنات ماشي على يدينا المعاقن هات لنغرس الطموحات لنغرس بزاف الحوايج الاهداف اننا ناديين احسن من بنيادني نكوني نتمنى ان شاء الله كجمعيه انشجع المعاقين اتشاركن اتفغن ادعاود المشاكل نسن المعاناه نسن اي تخيدت تمنى نتمنى ان شاء الله تزيد الجمعيه اربي القدام ان شاء الله يا ربي سندنا غمدن يان المسؤولين مدن يان نغور ميسورين يعني دخت سندن ان شاء الله نتمنى ارت ترغي ربي ان شاء الله داغي يوفق يوفقوا السيد العامل ان شاء الله داغي يعاون هي المساله الجمعيه دو يدخلنا المعاناه تدخلنا نتعانى هي الجمعيه اربي لان كان الجمعيه تسول شويه تسول محراب كبدايه سول يسولوا دغار يعني يهش يسولوا ورتا لينت الامكانيات نيت باش انا نستقر الجمعيه كمكتب نغدا وانا غور المشاكل بزاف الكرا تخلص الكرا بزاف دميد المقر ماشي هاش يعني ماشي مقر نجي بنادم هادي السيف تاخر دغيا نسول كبداية نكوني راه داخ سعدن دنتر يمدنا داخ سعدن المسؤولين داخ عاون الجمعيات ان شاء الله كنرتشجع ديما المعاقين النيلان على بالراي غرمان دوينا وينا غيسكسيون ادور تحشامن ادفغانا تشجلن يخفاو ننسن ادا اتين اينا اينا اتينين اينا زاد حسان ماشي تفرن يونا غنسن المشاكل دي غنغور غير لان نكوني النقل نكوني دان تيريان داني كان مثلا انا كانوا جمعي الجمعيه نختيا كيون ميني لا يعني اذا نتعنا مساله النقل شدادي تدخ في دار الناس يا وريو في ميتي ديوين يعني بزاف المشاكل ورغور غير لي ونا النقل دمي اظني. بسم الله الرحمن الرحيم. نكين اسمي الحسين عبد الحي اللي رجل الجمعيه اربي المعاقين كعضو الحمد لله نكين ما ديت فحنا اللي جمعات المعاقين بانه داش حسر بانه المعاق
غرس ديت تعانيات ديت المشكل نفسيا يعني إيش قصك الدفع بأنه أمد أنت ذي اختار يعني سلح قراء بأنه حس يخفن بأنه سنقص لأنه لأن كين ده حس بأنه المعاق ماشي سي سي سينقص نقط كذا وإنما يتفعده النار بشدة أدنى سفر المعاق ده حس بأنه كمواطن كإنسان يعيش سياسي الكرمان يعيش يقول حق الناس لأنه غرس الحق أنت مدروس غرس الحق دي تعلم غرس الحق ديفك إلا غرس ما ديكي ولكن ماذا ستغنى فوس باش ديفك ويدغل معاه ديفك ديفك وثانيا أنا ونكون يدغيق ويدغل العصا نحتاج جرم وعاقة ديفك الحمد لله لا نقر رياضة لا نفكان قر رياضة ومزل الميدالية ومزل رفعنا الريال المغرب أدي نصر بي سيدنا يعني أرس حساق المنطقة الدغني الليغ بأنه يسوليني سنمدنا من كين يعني يددون أدعون نيد المعقد دي فخس المجتمع باش هذا غير فيك لأنه لا غرس لا غرس مديكي إلا غرس بزاف ولكن دايت عنا دايت عنا المدرسة دايت عنا المجتمع دايت عنا السكن دايت عنا العيش دايت عنا لا نغن غايت الإجازة لا نغن غايت أي سايس الدبلومات لا 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 يفكر بالخير ولكن ما دي غينا الدو أدي حرك الضمير نس أدي حساس يدغل المعاق بأنه يون الشريحة المجتمع نين نديفك نين ما يمكنش أن نعيش الحاسة أحلان بدون يدغل المعاقة نهمل إخصى يعني بنادم مدى تهزة الضمير نس أدي سيسادي سوق سيدان الشريحة ننهمل بأنه من داس الولوجيات خصات الولوجيات داس الإدارة داس يعني الحالة أنا تسيت تفتن معاق مسكين داديس داديس تعانى ولكن ما دي غناتي دي لدي بأنه أديس حساس يخفنس بأنه يقى إنسان 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 أريد ديس يختار يخفنس إنا ولكن الله سبحانه وتعالى سنعمان سنعمة يا إنا ولكن من أنت جان كوني أديس أتيد نسوفغ يعني يمكن دغنا نتسيني لا نتسن معنا دا غرس يتم عاقي انك يا حشمي سنخت كان لا بل العكس ربي هذا كيف كان يا الخير ديالنا خسار ولكن ميك تجات كينا دي استقصنعت ميك تجات هذه السيرتي تسوقس المجتمع ميك تجات غير السطحات لانه نلقاكم مسؤولين في جهتنا بانه اتنعاون اتنباب اتنهزا اي ناقي نسمى او دي ودر الجمعيه جمعيه ايربي لانه ايربي يعني بالشلحيت يعني الحضانه اتنهزا ولكن ايضا العقليه ميك نتجات نسوعب بانه اتنهزا أتنهزك المدرسة، أتنهزك المعاش، أتنهزك الصحة، أتنهزك التعليم، أتنهزك جميع الميادين نحلجة ماشي أتنهمل نرجيس مهما كانت الإعاقة مهما كانت الحالة يخصان كوني أن نفكر يدغ لأنه ما حد نسول يدونيت ورسينا وديون ماذا يتقران لأن الحالات نزرى الحالات بنادن دايت تعكا يعني دايت حقار يعني ماسي مح يوقع سكا يستقضي كانت تنك نفسك وانا ولكن بيجي نتقان كل الناس حسس يدغ بأنه ورفيق ونغ الحمد لله سيدنا تنصر ربي يعاون ما سيتعاون لأنه يهتم سيدغ الجانب بزاف يهتم ولكن مين نتجان كوني هذا غادي يقولوا ويدغ باش هذه السنس حاسه كمواطن كإنسان كمناضل كا 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 إلى وأقول قول هذا وأستغفر الله.